السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله البنات غادي نشوفوا مع بعضياتنا هاد الفطائر اللي كتجي أكثر من رائعة بحشوة لذيذة. وقبل ما نبدأ إن شاء الله نشوفوا المقادير والوصفة، كنبغي نرحب بالبنات اللي التحقوا بالقناة وكنقول لكم مرحبا وكنشكركم على الثقة اللي وضعتوا فيا. مرحبا بكم وألف ألف مرحبا باسم كل وحدة عندي في القناة، كنشكرها وحدة وحدة. غادي نقطع معكم وحدة، غادي نقطع لكم وحدة تشوفوها من الداخل. شوفوا البنات، شوفوا العجين تيجي مورق، شوفوا ما شاء الله، شوفوا شوفوا كي مورق عجين ناجح. والحشوة غادي تشوفوها معايا ان شاء الله، ولكم اختيار في الحشوة دائما كتبقى اختيارية. خليكم معايا البنات حتى نهاية الفيديو، وكنقول لكم فرجة ممتعة، وندوزو ان شاء الله نشوفوا المقادير والطريقة مع بعض. ونبداو في المقادير ونقولوا بسم الله. عندنا كاس ديال الحليب دافي، ها هو كاس الحليب دافي، بسم الله. عندي معلقة ديال السكر، عندي معلقة ما عمرش بزاف ديال من الخمارة غادي نغربلها أكيد، معلقة ديال ياغورت طبيعي، وعندي شوية ديال الملح القياس اللي غيملح لينا هاد الفطائر. صافي غادي نحركو بسم الله. وغادي نضيف الدقيق البنات، رانا غربلتو، ها هو غادي نضيف كاس ونشوف. انا غنقول لكم في الاخير شحال خدات منا، ها هو راه مغربل. نحركو مزيان حتى ما تبقاش تبان لينا هذيك الكتل. ونضيف الكاس الثاني، صافي تعيلي، صافي صافي. هي جوج كيسان نيشان، والكاس الثالث هاد هنا كاس لارو، هي ثلاثة الكيسان لارو. غادي ندلكها البنات واحد 3 ولا 4 ديال الدقائق، نتوما عارفيني كنبغي ندلك العجينة ونرجعو ان شاء الله. صافي البنات هنا عجنتها، غادي نرجعها لهاد الإناء وغادي نغطيها ونخليها غير ترتاح شي 10 دقائق ريتاما نوجدو الحشوة، لان هي ما فيهاش الخميره، غير ترتاح باش ملي نجيو نفردوها تفرد معنا بكل سهوله. غادي نغطيها وندوزو الحشوه ان شاء الله. في هذا الاثناء على النار غادي ندير شويه ديال الزيت، وغادي ننزل بصله مقطعه مربعات تشحر لينا في هذه الزويته، وغادي ندير لها شويه ديال الملحه، لان معروف ان الملحه كتنزل البصله. خليوها تجبد شي شويه، صافي كنحركوا شويه هاد البصله غير الجهد اللي تبان لينا. في اثناء غادي نزيد عليهم طروفه ديال الصدر ديال الدجاج، قطعتهم مربعات صغار، غادي نزيدهم على هاد البصله ونخليهم حتى يدخلهم شي شويه الطياب، عاد غادي ندير التوابل ان شاء الله. ها الدجاج ديالنا دخلوا شي شويه الطياب، غادي نديروا التوابل. عندي شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البزار، وشويه ديال التحميره اللي اكيد تعطينا لون زويون، وغنضيف شويه ديال الملح لان في الاول درت غير شويه، وغندير غنضيف حتى الزعتر، ولكن ماشي دابا، كنفضل نخليه هو المسخر باش تبقى النكهه ديالو باينه.
صافي غادي نخلي الدجاج ديالي يبقى يطيب، عاد غادي نزيد له واحد المكون. هنا ها هو الدجاج ديالي طاب، غادي نضيف البطاطا اللي سلقتها معمليها ومعستها، ها هي حتى ولات بيغي، وغادي نضيفها ونخلط باش تشرب العطريه مع الدجاج وصافي. هكذا هكذا راه هي طايبه البطاطا. وغادي نطفي دابا لان الدجاجه طايبه، عفوا البطاطا طايبه، غير غادي تشرب لينا العطريه مع الدجاج وغادي نطفي. صافي انا طفيت النار، في هذا الاثناء غادي نضيف شويه ديال معدنوس باش يبقى محافظ لينا على الجهد ديالو، دفتو حتى للاخير. وكذلك غنضيف رشه صغيره ديال الزعتر هكذا صافي. وغادي نخلي الحشوه على جنب حتى تبرد تماما. نمشيو دابا العجين على ريتما تبرد لينا الحشوه. صافي ها هي من بعد ما خليت الحشوه كتبرد، ها العجين ديالنا ارتاح شويه، غادي نرش غير شويه بالدقيق اولا النشا اللي بغيتو، وغادي نقسم العجين على ثلاثه، حاول يكونوا متساويين، خليهم هنا وغادي نجي لهنا وغادي نفرد هاد العجينه. صافي البنات من بعد ما فردتها شويه غادي ندهنها بالزبده، لان الزبده هي اللي غادي تعطينا التوريق. غادي ندهنها وغادي نطويها مربع عادي كيف حال المسمن هكذا. هكذا وغادي نطويها هكذا. صافي انا غندير هذوك الجوج نفس العمليه بحال هكذا، وغادي نرجعو باش ما نطولش عليكم. انا رجعت للاولى، ها هما هذوك الجوج درتهم، ها هما غادي نرجع لهذيك الاولى اللي طويت مربع، وغادي نطلقها رقيقه رقيقه بزاف حتى كما قلت لكم يبقى يبان ليا سطح العمل. صافي البنات هنا من بعد ما فردتها وهانتوما كتشوفوا قداش رقيقه، غادي نعمرها بالحشوه هنايا الوسط، غادي ندير شويه الوسط هكذا. الحشوه البنات راها اختياريه، ديروا اللي بغيتو، ماشي تقيدوا بهذه، ممكن ديروا الكفته، ممكن ديروا الطون سوسيس، ممكن ديروا غير الانواع ديال الفرماج، يعني ما تقيدوش بوحده، ديروا الحشوه دائما كتبقى اختياريه. غادي ندير فوق منها فرماج ساندويتش هكذا. غادي نجيب هاد الجناب هكا وهادي غادي نجيبها هكذا. الى بان لكم الزائد هنايا ديال الخميره عفوا ديال العجينه نقصوا، وغادي نرد هذا لهنا
صافي. غادي نقلبها هكذا ونحطها في الطاوه. هاد الطاوه غادي نحطها على هذه اللي مسدوده. صافي غادي نستمر انا مع الشكل الاخر، مع الجوج اللي بقاو بحال هكذا، وغادي نرجعو ان شاء الله. انا كملتهم، ها هما. خديت الصفر ديال البيضه، صافي. من بعد ما دهنتهم غادي نقبض موس يكون ماضي وغادي نفلحهم هكذا. وغندخلهم الفران اللي انا راه ديجا شعلته وراه كيسخن، يطيبوا ان شاء الله، يتحمروا. غنشعل عليهم العافيه غير من التحت حتى يطيبوا. الحشوه راه عندنا طايبه، غير طيب لينا العجينه وصافي. نشعل عليهم الفوق يتحمروا ونشوفوهم ان شاء الله في طبق التقديم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا البنات. شوفوا ما شاء الله كيف جاوا غزالين ومحمرين مورقين، كيستحقوا التجربه ديالكم. الى عجبكم البنات الفيديو ديال هذا النهار، ما تنساونيش باللايك. جزاكم الله كل خير. حشوه اللي شفتوها معايا رائعه، والحشوه كتبقى اختياريه. والبنات ملي دهنوا بالبيض، الا بغيتو نتوما ترشوه بالزنجلان، انا حيت ما كيبغيوش ليا ولادي ما رشيتو بوالو، خليتو هكذا. شوفوا تبارك الله كيجيو محمرين. وهنا نقول لكم فيديو ديالنا سالا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله، والى اللقاء في فيديو قادم، ومع الف سلامه.